إلى تفاصيل هذا الحصاد، تم اليوم تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم تحت إشراف رئيس اللجنة براهمي الهاشمي بحضور ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الأحزاب السياسية. وللتذكير، تم تعيين 362 قاضي من كل من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية والمحاكم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1409 المؤرخ في 17 جانفي 2014. شدد الهاشمي براهمي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية في 2014 على دور القضاة بالتدخل في كل خرق لأحكام القانون، علاوة على الزيارات الميدانية والوقوف على التجاوزات خلال الحملة الانتخابية. أكثر تفاصيل في ميكروفون هشام شريف. النظر في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تتدخل اللجنة سواء تلقائيا عند معاينتها لأي خرق لأحكام القانون، كما أن للجنة القيام بالزيارات الميدانية خلال عمليات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وتحرير تقارير بما تعاينه أو بما عاينته، كما أن لها أيضا تلقي الإخطارات والبلاغات من كل ناخب أو مترشح أو حزب سياسي أو أي أطراف أخرى مشاركة في العملية الانتخابية. هذا وأكد الهاشمي براهمي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية في 2014 أن القضاة ملزمون على أداء هذه الواجبات بما يسمح به القانون. وإننا نحن القضاة لمقدرون لعظم الأمانة الملقاة على عاتقنا اتجاه الوطن، وسنعمل جاهدين على أداء هذا الواجب الوطني في حدود الصلاحيات المسندة إلينا قانونا، ملتزمين في كل ذلك بالمبادئ العدل والإنصاف والصرامة في تطبيق القانون. كما كان للممثلي الأحزاب السياسية هذه التصريحات التي رصدها مبعوث تلفزيون النهار إلى قصر الأمم بنادية صنوبر أحمد حفصي. هي قبل مصلحة الحزبية أو مصلحة الشخصيات، وما حضورنا اليوم في هذا اللقاء وهذا التنصيب إلا دلالة على أننا نثمن مسعى يعني هذه اللجنة، وإذا وثقتنا كاملة في القضاة، والقاضي هو الحامي الأول للحريات وحامي هذه الرئاسيات. نحن في جبهة الحكم الراشد، وحضورنا في هذا التنصيب كان بناء على خلفية المشاركة في هذه الانتخابات فقط، مع ضرورة التأكيد على مطالبتنا بتوفير ما يمكن توفيره من الضمانات التي تؤسس لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية. نتمنوا على كل حال، ما عندنا شك في حتى ولد من هذا الوطن العزيز بالقيام بالدور تاعه، كل واحد من جهته، الأحزاب من جهتهم، القضاء من جهتهم، الإدارة كذلك، ما همش معزولين من هذه الأمة، معناتها نتمنوا ونبشروا إلا بالخير. اعتبر رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بأن تقدم أكثر من 27 شخصية لسحب استمارات التوقيع الخاصة بالرئاسيات هو حق مشروع لأي جزائري، مطالبا في الوقت ذاته بوضع حد للأشخاص الذين لم تتوفر فيهم شروط الكفاءة لتولي رئاسة الجمهورية. هشام شريف رصد التالي. هذا حق من حقوق كل إنسان، أنه يمتحن نفسه أو أن يقدم نفسه إلى الشارع ويقدم برنامجه ونظرته كيف يمكن معالجة الوضع الذي آلت إليه العائلة الجزائرية أو الإنسان الجزائري، وبالتالي فالشعب هو الذي يعطي الإشارة الضوء الأخضر، هل هذا مؤهل أو غير مؤهل حسب أفكاره. إذن هذا هو المشكل اليوم، علينا أن نجعل
حد لمثل هذه التجاوزات ومثل هذه النظر الأفقية والاحتقارية للشعب بأنه غير مثقف وغير واعي وغير قادر. بعد أن حولوا جرائدهم التي تتغنى بالاستقلالية إلى مجرد سجل تجاري، عاد من يصورون أنفسهم كأباطرة للصحافة المكتوبة الجزائرية إلى ممارستهم البعيدة كل البعد عن أخلاقيات المهنة الصحفية، حيث نصب هؤلاء أنفسهم عشية رئاسيات الربيع القادم كأوصياء على الجزائريين، متابعة في سياق تقرير أحمد حفصي. باقتراب موعد توجه الجزائريين إلى صناديق الاقتراع في خامس انتخابات رئاسية تعددية، عاد بعض من يصورون أنفسهم كأباطرة الصحافة المكتوبة الجزائرية إلى ممارساتهم الشاذة اللامهنية. ملاك ومدراء بعض الصحف التي تتغنى بالاستقلالية ممن نصبوا أنفسهم منذ إقرار التعددية السياسية بالجزائر كأوصياء على خيارات الجزائريين، يبدو أنهم يحنون إلى الأيام الخوالي. فمنذ أول انتخابات رئاسية تعددية تقمص هؤلاء على صفحات جرائدهم دور صناع الرؤساء بدل الشعب الذي له الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يرأسه، فبقدرة قادر تحول مدراء صحف مستقلة مع بدء السباق نحو قصر المرادية إلى مجرد عرائس للقرقوز ينسجون السيناريوهات ويبنون قصورا من الأوهام التي هي عبارة عن أطماع ظلت بعيدة المنال عنهم. فهؤلاء الملاك والمدراء الذين كانوا إلى وقت قريب يشحتون صفحات الإشهار العمومي من على أبواب مكاتب المسؤولين، حولوا مهنة المتاعب إلى مجرد سجل تجاري. يتباكون اليوم دون خجل أو حياء على صفحات وأعمدة صحفهم على تغييرات أجراها بوتفليقة في جهاز المخابرات، والتي كرست عكس أضغاث أحلام هؤلاء توجه الجزائر نحو بناء دولة مدنية بعيدة عن سلطة خفية ظلت توصف بأنها صانعة القرار. فهل عودة أصحاب القبعة إلى ثكناتهم لأداء مهامهم التي خولها لهم الدستور أزعجت مدراء بعض العناوين الصحفية الذين هم في الحقيقة برتبة زعماء لمافيا إعلامية ألفت احتكار كل شيء حتى حرية الرأي؟ والغريب أن التزام أي وسيلة إعلامية بخطها الافتتاحي أصبح في نظر مدراء صحف ترفع شعار الاستقلالية أمرا غير مشروع. فهل آن الأوان أن يعود أصحاب مهنة المتاعب إلى مكاتبهم مثل ما عاد أصحاب القبعات إلى ثكناتهم؟ أمنيا تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي بالمدية الناحية العسكرية الأولى من القضاء على 4 إرهابيين يوم أمس الأربعاء في حدود منتصف الليل على إثر كمين نصب بأحكام بمنطقة أولاد مناع بين البرواقية وزبيرية ولاية المدية على طريق الوطني رقم 1. كما تم خلال نفس العملية استرجاع بندقيتين، الأولى آلية من نوع كلاشينكوف والثانية نصف آلية من نوع سيمينوف، قنبلتين أيضا يدويتين وأغراض أخرى. تبرأ أمس مجلس الشيخ بعبد الرحمن الكرثي بغردايا من المدعو كمال فخار ومن مواقفه وتصريحاته السابقة واللاحقة التي لا تلازمه أو لا تلزمه أقول إلا هو. وعبر أعيان بني مزاب في بيان صدر عن الهيئة العليا لأعيان عشائر بني مزاب عن عزتهم بانتمائهم للمجتمع الجزائري وتمسكهم بالثوابت الوطنية ووحدة التراب الوطني، وأكد الأعيان أن ما تمر به غردايا له جذور وأسباب مختلفة تستهدف المجتمع الجزائري، كما جددوا رفضهم لأي تصريح أو فعل من شأنه أن يثير الفتنة أو العصبية أو يحدث فرقة في المنطقة. شب حريق ليلة أمس في المحلات التجارية بسوق باب الوادي بالعاصمة، حيث خلف خسائر مادية معتبرة. قد تم سيطرة على الحريق من طرف أعوان الحماية المدنية في ساعات متأخرة. عبد الملك بنوادر عاد بتالي. Thank you.
الحارق سبتوا تريسيتي شارة الكهرباء اللي ضربت باش ندع انطلق الحريق، والحريق كان امتي فو، والله غالب هذا السوق على بالك فيه دي بلاك تاع لا ريزين تم يشعلوا، قاصتهم النار شويه شعلوا ليه وجات هكذا الحمد لله ربي سطاح. حنا كنا سهرانين ونشكر بزاف من الحمايه المدنيه الحق دخلت في اسرع وقت ممكن، ثاني الامن الوطني السانكيام كما نقولوا كما شو بون ربي وما هو السبه وكما جوش هادو ما كان حاله شطور. وهذا شو الماشي مخدوم بتي فلونك معايا خمس دقائق راحت فيها، وكان زاد ضربت نص ساعه ولا ساعه نقول لك كارثه. زيد تشوف خيوط ياو كنشوف خيوط لا تنخلع، تدخل داخل الماشي تنخلع اخو، ماشي غير زعما كاين كونتي ولا كاين دي بي سبيسال، لا انا عندي طابله راحت لخيط تاع تريسيتي هذا صاحبي نجيبو يبركو لي، هذا عنده حامض كيف تاع بوشي روح له خيط يشانتي شو ما تصرا ماسيا جست على خير بصح المره الجايه ما تجيش على خير يا والله العظيم. تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في زلفانة بغردايا من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات تزيد عن 500 كيلوغرام من الكيف المعالج تورطت فيها عصابة أرادت استغلال الوضع والأحداث التي تمر بها مدينة غردايا وانشغال مختلف المصالح الأمنية وتجندها لبث الاستقرار والسكينة بالمدينة. عاصم بخاري بعث بالتالي. بناء على معلومات وردت إلى مصالحنا مفادها قيام مجموعة استغلال أحداث المنطقة لتمرير كمية هامة من المخدرات، على إثر ذلك باشرت مصالحنا بإعداد خطة أمنية محكمة بتكثيف دوريات للمراقبة والتفتيش للسيارات المشكوك فيها. وأثناء تواجد دورية لفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزلفانة في الطريق الوطني 45 بالمكان المسمى حي المصالحة الوطنية، لفت انتباههم عن بعيد توقف سيارتين بجانب الطريق، وبمجرد رؤيتهم لعناصر الدرك الوطني لدى عناصر المجموعة الإجرامية بالفرار بالسيارة الأولى تاركين في عين المكان، ورأهم السيارة الثانية معطلة، وبعد تفتيشها الدقيق تم العثور بداخلها على كمية هامة من المخدرات تقدر بحوالي 562 كيلوغرام. أعلن الوزير الأول عبد الملك سلال من ولاية برج بوعريريج بأنه سيصدر الأسبوع المقبل مرسوم يقضي بإلغاء رسمي لـ 13 وثيقة بين تلك المطلوبة إلى غاية اليوم من المواطنين أثناء إعداد مختلف ملفاتهم الإدارية. وأكد سلال أن مجهودا جبارا قد بذل لإصلاح الخدمة العمومية، وأن الأمر يتعلق في هذا الخصوص بعملية جعلتها الدولة أولوية بالنسبة لها. كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال زهرة دردوري من قسنطينة أن قطاع البريد والاتصال سيشهد تحسنا كبيرا في السنة الحالية، كما كشفت عن مشروع تحسين الخدمات البريدية للمواطن وأنه تم تقديم دعم مالي لم تذكر قيمته الأسبوع الفارط لقطاع البريد يساهم في تطوير الخدمة العمومية. ميكروفون عبد الجليل حنديس. leurs propres applications pour permettre aux citoyens d'alléger les procédures administratives. Chaque secteur est en train de développer ses propres applications pour alléger ses procédures administratives. تسجل الجزائر حوالي 3000 حالة من الإصابات بسرطان عنق الرحم سنويا، حيث أصبح من أكثر الأمراض التي تتهدد الصحة العمومية في الجزائر، في حين يبقى الكشف المبكر واللقاح بعيدا عن نمط الحياة لدى المرأة الجزائرية. المزيد في تقرير محمد شوقي علاك. هو ثاني سرطان يفتك بالنساء، نحصي سنويا حوالي 3000 حالة جديدة من سرطان عنق الرحم بالجزائر. مرض سهل الفحص لكن يعد مشكلا حقيقيا بالنسبه للصحه العموميه. لو كان كاين نزيف دموي لازم السيده اللي عندها هذه الحاله هذه لازم تقلب عند القابله ولا عند الطب العام ولا عند الاختصاصي في الجينيكولوجي الدياغنوستيك بلا ما يكون لي سيمبتوم. هاد ديبيستاج يخدموه بالفروتي، لازم يتعاود عند كل نساء بعد الزواج بعد العلاقة الجنسية الأولى كل 5 سنين حتى 75 سنة. هو من السرطانات الصامتة التي لا تظهر أعراضه إلا في الحالات المتقدمة، فالكشف المبكر يبين وجود الإصابة من عدمها، لذا ابتكرت حديثا تقنية جديدة للوقاية من هذا المرض الخبيث. السبب تاع السرطان هذا
هو العلاقات الجنسية، والسبب هو واحد الفيروس يقولوا له يومان بابيوما فيروس منذ 2006 في العالم. هالوقاية هي التلقيح ضد الفيروس هذا. وزارة الصحة درست الملف في 2012 وافقت بهذا التلقيح باش يكون التلقيح هذا عند الفتيات قبل ما يخرجوا من المدرسة. في انتظار إدراج هذا العلاج ضمن قائمة اللقاحات يبقى الحذر قائما كونه لا يقي إلا بنسبة 80%، فالكشف عن طريق الفحص يعد أمرا ضروريا. من الصحة إلى الصيد البحري، حيث دقت اللجنة الوطنية للصيد البحري ناقوس الخطر بسبب مخاطر سمكة الأرنب التي تم العثور عليها مجددا بسواحل مدينة نس. المزيد في تقرير محمد سعدوي. بعد سواحل قالة عادت سمكة الأرنب للظهور بسواحل تنس مما ينذر بخطر، فهذه السمكة السامة قد تودي بحياة مستهلكها، ضف إلى ذلك طبيعة حياتها فهي سمك مهاجر مما يرفع إمكانية تواجدها على طول الساحل الجزائري. سمك الأرنب هذا راهي بانت عام نول في شواطئ الشرق الجزائري في القالة، بانت وهضرنا عليها وحسسنا عليها ودرك زادت بانت في تنس. هذا السمك هذا راهو مسموم، ماذا بينا يتحسوا شوية، هو جاي كيما الأرنب عنده شوكات في داره هكذا مسمومين، كون يقيسوا الواحد ينجم حتى يموت. مستهلكين يجهل غالبية الصيادين هذه السمكة مما يزيد خطورتها، لذا يتوجب القيام بحملات تحسيسية في أوساط الصيادين والمواطنين على حد سواء للتعريف بها وكيفية التعامل معها. لازم يصوروه ويحصوه في المواني، يحطوا تصويرات في المواني تاع الصيد البحري، كان واحد 30 من صيد بحري لازم يحطوه فيها ويعودوا يعرفوه، وبالتحسيس إن شاء الله كيعودوا يعرفوه ما يعودوا يعرفوه مليح كما يعرفوا الأسماك كاملة. وهذه السمكة هذه بنت هنا عندنا في الشواطئ تاعنا، بنت درك عندها عام وعامين هكذيك برك. مجرد لمس هذه السمكة يؤدي للتسمم وربما الموت، لذا يجب على الصيادين الامتناع عن صيدها، وعلى وزارة الصيد البحري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعريف بهذه السمكة المميتة. إلى أحوال الطقس، شهدت أغلب المناطق الشمالية للوطن هبوب رياح قوية نسبيا خاصة بغربي البلاد. أكثر تفاصيل مع نوال بالأخضر. رياح قوية شهدتها أغلب المناطق الشمالية للوطن مما خلف بعض الخسائر المادية كسقوط البنايات وبعض الأعمدة الكهربائية. تزامنا مع هذه الوضعية الجوية تم تسجيل أمطار كانت متوسطة نوعا ما. فقط سرعة الرياح 100 كيلومتر بالساعة للسواحل الغربية كمنطقة وهران، بل تعدد ذلك وسجلت مصالح الأثر الجوية حوالي 150 كيلومتر في الساعة على مدينة سعيدة، بينما تراوحت ما بين 70 إلى 80 كيلومتر في الساعة على المدن الشرقية كمنطقة عنابة وأسكتبة. فيما يخص الأمطار كذلك التي رافقت هذه الكثة الإضرابات الجوية فكانت مختلفة القيم، وكانت محليا معتبرة معدل حوالي 30 ملم على بعض المدن الساحلية. مقارنة مع شهر جونفي 2013 لم تسجل مصلحة الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية مثل التي عاشتها المدن الغربية في الآونة الأخيرة والتي صنفت كعاصفة شتوية. شهر جونفي 2013 بالفعل تميز ببداية مستشمة، فكانت أجواء مستقرة، لم نسجل في البداية أمطار معتبرة، بل في أواخر الشهر جونفي 2013 بدأت الاضطرابات الجوية تتسلسل تدريجيا على مناطقنا وبذلك سجلنا بعض الأمطار. إذا مقارنة مع شهر جونفي 2014 اللي تميز بتسلسل الاضطرابات الجوية ولكن أكثرها كانت مرفوقة برياح قوية نوعا ما، وهذا لم يكن موجودا في جونفي 2013. حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن نهاية شتاء 2014 سوف تكون ممطرة مع رياح نوعا ما قوية، وهذا على أغلب المناطق الشمالية للوطن. رغم برودة الطقس التي تعرفها العديد من مناطق الوطن، تشهد محلات بيع المثلجات توافدا وإقبال العديد من المواطنين طلبا للانتعاش والبرودة. يحدث هذا رغم أن أسعارها ساخنة بقدر برودة المثلجات. المزيد في تقرير للجداوت.
الإقبال على اقتناء واستهلاك المثلجات بكل أنواعها في أعز فصل الشتاء أصبحت موضة تستهوي المواطن الجزائري طلبا للبرودة والانتعاش. واحد الوقت ما كانش الناس اللي تاكل بزاف لي كلاص، مي دوكا انا نشوفو بلي تما الناس ولا تاكل لا كلاص ما عندهاش اشكال في لي كلاص في بريودات الشتاء. ورغم برودة الطقس هذه الأيام لم يمنع العائلات من التوافد لصالونات بيع المثلجات للاستمتاع بمذاقها اللذيذ. احنا عندنا نقول لك حاجة اختي، دائما عندنا خطرة ولا زوج خطرات في الشهر هكذا، ما من البرد ما من الشتاء ما من هكذا، نجيو ناكلوا لاكخيم. بور موا انا لاكخيم نورمال، حاجة ستان ديسير بيان بارد، نحبوا حاجة باردة. بور نو سي تان ليو دو رونكونتر اولا انتر لي زامي، ثانيا سي اون ادور سا، ما كاش اللي ما يحبش لا كلاص. التعجيل بتناول المثلجات قبل اوانها واللهث وراء كل ما هو بارد في عز الشتاء جعل تجارة المثلجات ليس حكرا فقط على موسم الصيف، رغم ان اسعارها ساخنة بقدر برودتها. في شأن دولي وإلى عالم السيرك، حيث تشهد إمارة موناكو فعاليات الطبعة 38 للمهرجان الدولي لسيرك مونتي كارلو. المزيد من التفاصيل في تقرير إكرام طيباوي. تحتضن مدينة مونتي كارلو فعاليات الطبعة 38 للمهرجان الدولي لسيرك مونتي كارلو الشهير، حيث سخر القائمون على هذه التظاهرة أقوى عناصر الجذب. هذا وسلمت الأميرة ستيفاني راعية المهرجان إلى جانب أخيها أمير موناكو ألبرتاني الجوائز للفرق الفائزة خلال حفل العشاء الذي أقيم على هامش هذا المهرجان. فقد عادت جائزة المهرج الذهبي للفرقة الروسية سوكولوف القادمة من موسكو، والتي أمتعت الحاضرين بلوحات بهلوانية خيالية ليلة الثلاثاء. ونظرا للمستوى العالي للمشاركين بالمهرجان، صعب على لجنة التحكيم اختيار الفائزين، وقامت بمنح العديد من الجوائز الفضية والبرونزية على غير العادة، حيث فاز بجائزة المهرج الفضية كل من الساحر الهولندي هانس كلوك والثنائي البهلواني الصيني سوينينغ والفرقة الروسية دوبروفيتسكي وفرقة الخيالة الإيطالية ومدربة الكلاب الألمانية روتسي هوتشيغر وفرقة البهلوانية الصينية يوهان. وفي مفاجأة من الفيدرالية العالمية للسيرك، تم تكريم الأميرة ستيفاني رئيسة المهرجان على جهودها المبذولة من أجل عالم السيرك. هذا ويقام المهرجان الدولي للسيرك مونتي كارلو سنويا في منتصف شهر جانفي، ويعتبر أهم حدث في عالم السيرك منذ إنشائه عام 1974 من قبل ريني الثالث، وصار موعدا سنويا يلتقي فيه صناع البهجة والجمهور العاشق للسيرك. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حصاد الظهيرة. تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم التقني العمل معي.